غنبدا ليكم من اخر حاجه عقلت عليها. كانت عندي تقريبا 5 سنين، كنت غدا مع والدي رجع لدارنا في فرنسا، وفي طريق المطار قال لينا السائق ملي ملاحقنا شي سياره، باقي كيهضر صدره بقرطاس طاح على الفولو. حاول بابا يوقف السياره وعطاني لماما وقال لها تجري بيا وتبعد اكثر مسافه باش ما يلقاونيش، حيت هما كانوا باغيني انا. بس ماما كتجري وهزاني باش بعدني، كانت حتى تقاد جهدها، خباتني تحت واحد الكارتونه وعطاتني واحد الكتاب ودارت لي واحد الخاتم فيه اول حروف من اسم والديا، ورجعت باش الشبابة وتعاونو. من بعد ما وصلتني نبقى تما ما تحركتش من بلاصتي، وقالوا لي بلي غير غيحلوا هذا المشكل وغادي تجي تاني. بقيت كنتسنى داز الليل كامل وما جات واحد. واخا كنت صغيره كنت ذكيه، عرفت بلي مهل هاد اليوم وليت بوحدي وبلي خاصني نعتمد على راسي. في الصباح كانوا دايزين شي ناس لقاوني وداوني البوست ديال البوليس اللي حاولوا يتعرفوا على وادي، ولكن ما عطيتهم حتى معلومات حيت خفت لا يلقاوني دوك الناس اللي كانوا زابيننا، وبالتالي داوني الخيريه. المهم اول حاجه درتها هي داك الكتاب، مشيت لواحد البلاصه قريبه تما لديك الخيريه وحفرت مزيان وخبيته وضمت عليه التراب صنها نكون مستعده باش نواجه مصيري. المهم راكم عارفين عيش الخيريه رجوله منذ الطفوله، كاع الفشوش والحوايج والبدخ اللي كنت فيه بحال عمرو ما كان. كان غير العدس والخبز شراوت كتبت ليهم غير من العيد لعيد، وحاجه واحده ما عمرني فرطت فيها قرايتي، كنت كنقرا بالليل والنهار حيت عارفه باللي قرايتي هي راس مالي. واخا ما عنديش اختكم ديما انيقه، واخا غير دوك الشريطات زلطو سبعين، بقيت كنعاود لكم على قصتي ونسيت معرفتكم براسي ولا شكون انا. مهم انا سميتي، ربما انا انسانه زوينه داخليا وحتى خارجيا، شعري ماغون طويل، عيوني خضر، نيفي من قاد وصغير، عندي شنايف حمر وبحال فريزات، طولت طويله وعطيتي عاديه. اليوم لبسي في المواعن، انا كنعاود ليكم ومنهيه فيهم اصلا، بقى لي والو نتسنى من هاد القنت. بقات لي شهري ونكمل 18 عام نخرج من هاد الخيريه، دايره تحت مني شي فلوس كنت كنخدم فيهم في العطل وشي تدويرات ديال المحسنين، وزيد الفلوس اللي غادي تعطيني الخيريه فاش غنخرج، يعني عندي باش نكري. ودويت مع واحد الولد كنت كنعرفو يدبر ليا في شي خدمه ان شاء الله تكون هكاك مقاده اموري. هاد السيمانه خرجوا نتائج ديال الباك ونجحت بمونسيون تري بيان، وعزلت ندير لافاك ديال القانون، منها كيعجبني هاد المجال ومنها ما مزيرش في الوقت باش يبقى ليا الوقت للخدمه. وبالنسبه للصحابات ما عنديش، كانت عندي وحده وماتت فاش كانت عندي 15 سنه، من تما وليت بوحدي. الى ضاقت الدنيا كنلجا الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يفرجها من عنده. واخا هكاك انا شخصيه لذيذة على الضحك وبسيطه وكنبغي الخير لكل شيء. سالت المعينات ديالي وجلست كنقرا قصة عزيزة عليا، قريتها شي 100 مرة وباقا كنقرا فيها سلسة، وجلست كنخطط لمستقبلي. اول حاجة شنو غادي ندير ملي غادي نخرج، غادي نجبد داك الكتاب اللي خبيتو هادي 13 عام باش نحاول نقلب على عائلتي ونعرف شنو السر ورا ديك الليلة. جبت خاتمي وبسو وتكيت ناس كنحلم بوالديا كيف كل ليلة. المهم داز ديك شهرين بحال السلام عليكم، لبس احسن لبسة عندي واحد الكسوة بيضاء مسكينة ولا تصفر مجافيل، ومشيت لإدارة الخيرية عطاوني ورقية وانفولوب في ديك المساهمة ديال الفلوس باش نكري وانا خارجة. عيطت لي واحد الأستاذ عزيز عليا، زاتني شي بركة من عندها مزيان نيت المعروضة من الخير، شكرتها وزدت في حالي. وصلت حتى ديك القنت اللي دايرة فيه الكتاب، بديت كنحفر، شافتني واحد المرأة جراتني صحبتني شي سحارة عطيتها للجري ضحكاتني. لقيت الكتاب ديالي درتو في الصاكي وزدت بحالي كنقلب على فين غنكري فين. مشيت لواحد الحي محترم قرب لافاك، سولت واحد مول الحانوت على دار الكرا، هما كيكونوا عندهم الاخبارات، قال لي تسني هنا. مش عيطت لواحد المره اللي كيقول لها خالتي زهيره، وهي موراتني بارطمان ديالها مفرشه صغيره، بيت فيه بالكون صغير، صالون، كوزينه ودوش، قصار حتى ثمن معقول، خلصها في 3 شهور ما حد عندي الفلوس وسنين الكونترا. سديت عليا بابي وبركت نقز الله على راحه، واخيرا واخيرا
واللي زاد فرحني خرجت لي البوخس، يعني وضعي المادي غيكون مزيان وارتحيت شويه. عيطت للدري اللي يعتبر ليا في الخدمه، درنا نتلاقى مع الساد العشيه. لبس قاديت، راه قلت لكم خوا على الخوا، المهم الواحد هو اللي يتهلا في راسو ويهم داكشي اللي عنده. تلاقينا داني لواحد الكافي باين داكشي ديال الهاين. تعجب تعجب ياك ما تعرضني لهنا ايوب، داك يضحك والله ما كرهت، ولكن خوك راه حازق، راه انا فين غتخدمي الكامبو. دخل ضحكت على تفكيري، سبعتو وهي معرفني على صاحبو سر بيتم، هو اللي غادي يديني هاد المدير اللي غادي يخدمني، راجل كبير سوني اسئلة على اش كنعرف ندير. مهم تقبلت، خدا بعين الاعتبار الوقت ديال لافاك، يعني غادي نخدم كل نهار من 6 الصباح ل 8، نجف في القهوة نقعد طوابل عاد نمشي لافاك، ومن 5 د العشية ل 9 غادي نجي نكمل داكشي اللي بقى. ناري هربت من المعند الخيرية، لقيت المعند القهوة وجهي وجه حتى مارا. مهم غنبدا من غدا، شكرتو وخرجت. دزت خديت البيض باش نتعشى ومشيت نعس. يلا حتى راسي نعس سمعت شي دقان، دق 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 دق، كان هضر من ورا الباب. شكون؟ جاوبني صوت أنثوي، أنا نرمي جارتك. حليت الباب شوية، كانت بنت تكون كقدي ولا كبر مني بشوية. شرفين أنا ريما، شرف ليا أنا، يلا سكنت وبغيت نتعرف عليك. كان كنهضروا صدقت بفروحة، حتى هي كتقرا في نفس لافاك وجايه من دارهم باش تقرا، حيت مدينتهم ما فيهاش لافاك زوينه وطويله. عرفت بلي هي هنا بوحدها وبلي فرحات بلي لقات معها بنت توانس. ودخلتها نيرمين، ما شاء الله انتي زوينه بزاف، عينك اللي زوينه حبيبه، ما شفتيش راسك انتيا؟ بقات من ثاني ديك العشيه واتفقنا سالي تناني حدا خدمتي مع 8 باش نمشيو غدا لافاك، ومن بعد باش نشري حوايج من شي بلاصه ما غالياش، داكشي زعما ديال الناس على قد الحال. فقت صباح وجدت راسي مشيت لخدمتي، مسحت ونقيت الدنيا هبط طوابل، وصل الوقت ديالي لقيت نيرمين كتسناني. هاد البنت الصراحه عزات عليا، مشينا لافاك غادي كنضحكو حتى تخبط مع الارض. الله يا ربي مبقيت شفت والو، اوف راسي واش شنو هادشي؟ ويا تنقز نيرمين برا ولباس عليك، راك في السبيطار جابك واحد التوت هو اللي ضربك ورا تكلف كلشي. ولد الحرام الله عظيماتي شحال الساعة؟ 4:30 باقي الحال. ناري قفرتها الخدمة مشات، كيفاش ما عقلتش على راسي من ديك الطيحة حتى لقيت راسي هنا. اوف عوينة هادي، انت رداك السيروم كنت لابسة هكاك لبس في برديلتي، جمعت شاكوكتي يلا غادي نخرج هكاك كنعرج غنحل الباب، تزعلت في الارض. اي ناري هاد النهار باين ما غيدوش على خير، على راسي الله. حسيت راسي ناري شنو شفت، وقيلا رقص راسي باقي دارني من ديك الضربه. واحد طول في واحد العرض، اش غادي نقول لكم بوغوس كيهضر بصوت رجولي. سمحي لي الاخت، ما لا تخسر الهضره، اش من اختي خوي لك الدراهه السياره المقرات هاد السن كامل اخت، واش مصيفطاني كتصفى لي هاد النهار؟ واش عبر واش خسر لك النظر؟ خساره ما مسالياش لك. مهم بسلامه، دوز على عينيك، سير دوز على عينيك لا تخسر شي واحد. سميت خارجه تجريت من قبي، تمنى على هاد الزعامه تحيدي يدك، حيدي يدك راه سامعني الخدمه معطله فيك الهضره بزاف، ما غتمشي فين تجي الطبيبه وتخليك تخرجي. كنت كنشوف فيه ولا هني مشكل هذا، شكرا اخويا انا قاعد دبرتي غير خليني نمشي. هضره وحده قلتها شوفي صاحبتك ساكتة، يا تخينا مالو حاس براسو. جريت نرمين وقلتها بلي غنهرب ليه باش تبعني من بعد. واخا هنا جلسنا في كاين عافاك طواليت، راني بغيت ندخل طواليت وراه ليا وقف حدا الباب باش من ما نعرفش ليه زعما نير على مخي كي داير عايق وفايق. لقيت في طواليت واحد الشريجه من صغير يدوزني، هرسو نقص وشديتها بجريه وحده هكاك برجليا غدا، وكنعرجها وصلت الخدمه مع الوقت. اوف خافني ولد الهم، انت مالكي كانوا جارين عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قفسيني ايوب اش كدير هنا؟ وانت انا خدام هنا، اش واقع لك؟ عاودتي قصه طويله، دوز 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 يلا نخدمو. ايوا نخليوها تخدم ونشوفو البطل ديالنا اللي باقي كيتسناها في السبيطار. هاد البهلوكه ديما لا تعطلات بدا كيدق، شتي واش كتولدي؟ المهم نعرفكم براسي، انا اسر 28 سنه رجل اعمال، خدمتي الحقيقيه عميد في الشرطه، اصلا انا خدام معاهم غير على واحد القضيه شخصيه غتعرفوها من بعد. المهم
أخوكم وسيم. كنت راجع هذا الصباح مكسيري من المقر مع الصب، ضربت واحد البنت صابت كنغوص عليها، ولكن لقيتها مغيبة. واحد الملاك عينها مسدودين، بقيت كنشوف فيها حتى نتقص مع راسي. أسير وهجم على راسك صاحبي، هزيتها هي وصاحبتها الأقرب كلينيك، قط نهار كامل وهي ناعسة. ملي رجعت بغيت نشوفها في العشية حليت الباب، سطحت معاها قدامي، تطحت كتفكي وتنطر ضحكاتني، هزت راسها باش تغوت ويا ريتها ما هزاتوش. عيني خوطر كيأسرو، كتهضر بالزربة جاتني بحال كتغني. ما فقت من سهوتي تتمات خارجة قاتلك بغات تمشي بسطي، هادي سحراتني رجلها معتا بقى ما مكملة السيروم، وقالت لك بغات تمشي ما خليتهاش تمشي. شوية قالت لك بغات الطواليت، دخلت سكنت تم. شوفي انا ما جاوبتيش انا غنحسب على ثلاثة وغادي ندخل، واحد زوج ثلاثة، ثلاثة ونص انا غنحل الباب. ما جاوباتش، خفلات كنت سخفات تما. طلعت داك الباب ما لقيت حتى واحد، الشرج مهرس بنت الحرام داسها بيا، فين غتكون مشات هادي؟ رجلها مريضة وانا ملي المالية هي اللي خاسرة. اوف، ولكن انا ما عرفتش سميتها. مشيت نسول صاحبتها، يلا غنخرج. وهي تبان ليا صاحبتها غادا كتسلت باش تخرج، نقول موصيها خليت اخر جات وتبعتها غدا. وكتلفت شدة الطاكسي وركبات، ركبت انا في اللوطو وتبعتها حتى لقدام واحد القهوة. دخلت القهوة اصلا ديما انا كنعمر فيها حدية صاحبي، وهي تبان ليا ديك الفنكوشة خدامة كتعرج برجليها شحال كتبان زوينة، ولكن ديك اللبسة مزيرة عليها وكاع الرجال اللي تما كيشوفو فيها. وانا مالي ما كرهتهاش تكون لي اصلا، ما كايناش بنت المرا اللي ترفضني. ناري غنوض نقلب على الطبله، شنو داك القرع هذا شوفها كيدير فيها. بلعتي خليو ابطالنا ومشيو عند لاله ريما. حط نهار باين من الصباح كنت خدامه في الكوزينه، جا عندي المدير قال لي بلي شي سربايه مريض وبلي غادي نخدم في بلاصو، وعطاني لبسهم جاتني مزيره شويه. خرجت كنخدم شي كيتبسل شي كيعطيني المرسو، ولكن اللي عاجبني هو البوغفا اللي كيخليهم. جا عندي ايوب قال لي سيري سربي الطبله 10، غدا كنضحك. طلعت عينيا ويبان ليا نهاري، والله الا هو كيف الناس نهاري هاد الحريمي اللي دار. درت راسي ما كنعرفوش. نعم سيدي شحب الخاطر الخاطر بغيك نسي شي نص نص العرجة الحامض هذا، شكون اللي عطبني؟ والله يتقم من اللي كان سباب خنزر فيا وانا نجمع الوقفه ومشيت جبتها عليه. وغادا بحالي تعيط ليا لالا راه قلت لي قهوه كحله. اوف دابا هذا اش باغي؟ درت لعندو نعم قلت لي قهوه كحله. لا قلت لي نص نص، واش دابا انت غتقولي لي شنو طلبت؟ اوف هذا السمر هذا مالو كيكون غير ما سمعتش مزيان. اه واخا لالا واخا سيدي اسمح لي، شوفي غسلي ودنيك المره الجايه. هزيت ديك القهوه من قدام وبنصير وغادا كنعرج ونبركب. تفو والله الكالي الله يعطي حكا وقلص الضفار الستار وجالسه كنعوج فيه. دابا انتي غنقولي لي شنو طلبت؟ ناري على كنس تقفزني ايوب كيعيب فيا. تي مالك الله يستر غدا وكتبرك مي شنو كاين؟ هاك اخويا ديري طبله قهوه كحال ديك الطبله 10. واخا اري اري وهي عندك من اللي نطلبك تفكري الخير. يلا غاسير ميكون على خاطرك. رجعوا عند اسر فقصه خليتها باش تعلم تزير. شويه بانت لي كتهضر مع شي واحد هو جالس كيفرناس. دابا هادي علاش كتقلب؟ داك الدري سم جايب لي القهوه وهي كتقلي لي في السم من بعيد، بغات تلعب معايا. واخا المهم حط القهوه بقيت عاصر عليها كنتفرج في محبوبتي خدامه. شي عيط لها بقات كتقلب على داك الدري ما لقاتوش، وهي تم جايه كتجرف رجليها وتنطر. نعم اش بغيتي؟ شحال هكا كتعاملوا الزبناء ديالكم؟ يلا بغات تجاوب وانا نكمل. جيبي واحد اكسبريسيون وسمعي مزيان هاد المره. مشات وما عجبها حال كتهز رجلها وتخبط الاخرى. سطاتني هاد البنت تا وليت داير لعب البراش معاها، حطاتها بغات تمشي وانا نوقفها. صبري صبري دقتها قدامها حاره بحال المولاسه. واش ما كاينش السكر؟ جيبي السكر. مشات كتصوت جابته وتما تراجعوني كنموت على الضحك. وقفي ما جباتني جيب ليا نص نص. اللهم صبرك يا روح. واخا سيدي مشات جيبه بقيت كنتسنى ما جات. في مشات هادي سولت واحد السرباي قال لي راه وصل الوقت ديال الخروج ديالها. خفلات كون مشات خلص وخرجت كنقلب عليها فين غتكون مشات هادي. صافي تا قلت مشات
كاتبه ليا هي وصاحبتها. فرحت بحال ما عرفت شنو لقيت، اول مره كنحس بحال هاد الاحساس. ركبت في اللوطو وبقيت تابعهم بشويه غاديين كيتمشاو، خايفين لا من الظلام لا من والو، غاديين كيضحكوا ويكركروا. بسطي هاد البنت علام، غادي تسطيني. رجعوا عند ريما، داك القمقم بغا جات تفرق عليا، صحابني خدام عند باه خليته كيتسنى في نص نص وخرجت حشمت نجمعو بشي نص نيت. ختكم راه عندها، مع لقيتها رسمتها كحله في الكاراتي هذيك. الله يا ريما، وانتي كلك الدراع وانتي كديري ليه؟ يدبر راسو. خرجنا غاديين على رجلينا باش نقتصدو، كنعاود لها شنو وقع وهي كتموت بالضحك. غادي ناشتي انت، وقف علينا واحد ربعه الشمكانه. انا ما خفتش، درت نشوف نرمين قسم، ولات وجهها صفر فما ابيض بحال بحال صنا ولا شهاده الوفاه. كتقول لي والله خوتي ما عندنا شي فلوس، عافاكم خليونا بوحدنا، عافاكم خليونا. هما كيضحكوا، تي شكون عيني في شي فلوس؟ حنا عينينا في اللوز، بغينا اللوز. واش غتزيدو معانا بالخاطر ولا غنبدا نهلل هنا ونستعمل يدي؟ هي كتطلب والله ما عندنا شي حاجه خويا، عافاك طلقنا نمشيو فحالنا. نزيت انا واحد الحجره وانا ننزل على هذاك اللي شاده وجريتها من يدي، غادي كنجري وهما تابعينا، وداك اللي مضروب كيتحلف علينا. نهاري سقط عليا السفن وهما ولا هي، طاحت نيرمين ويشدها واحد فيهم. مبغيتش نخليها مسكينه، نقص عليه كنضرب ونعض كاع وجهو. كليتو ليه تلحق عليه صاحبو، جري هكا جرينا وانا كنتنطر ونجبد. شدني هذاك اللي ضربتو من شعري وجارني، كنغوت زيديت السما بغا ينزل عليا، وانا سديت عيني كنتسنى الدقه. ساعه ما وقع والو، كنقول اه وياك ضربني بجهه تفقد الاحساس. حليت عيني كنطلب انا وليا كاملين مجبدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نيرمين كدرتي شتتي وياك بنتي شريفه. نسيت عيني ويبان ليا داك البوكوس ديال القهوه، هذا واش تابعنا؟ وانا مالي، كل ما هو كرهم كيترحموا علينا، خاصني نشكرو حيت عتقنا. يلا كنقاد الكلمه فمي شش ويمرمقني بالغوات. واش نتي مسطي غدر راسك فهاد الليل؟ واش ما كاين اللي جاي يديك؟ واش عارفه اش كان غيوقع ليك؟ لقي الصيبه، انا غنوريك من اليوم. بلا 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 بلا، بقيتش قاعد نهضر، هضرتو كتقل ليا فراسي، عيني كيتسدو. كنسمع نرمين كتغوت، ريما ريما، تطحت الارض. مشيو عند اسر اللي بقى تبعهم، عيط لواحد من صحابو على الخدمه كيهضر معاه. تلفت ما كتبلوش، كيقلب عليها بحال الهمق. فين ختكم مشات هادي؟ وبقى كيقلب تسمع الغوت ديالهم، ومشى كيجري لعندهم. يا فاش لقاهم شاد ديالهم دوك الزوج، جهل عليهم. بقى كيعطيني هذاك اللي كان شادها من شعره تغيب. نط نشوف، كيبقاو صاحبتها كتبان في حالة صدمة، أما سيدة ما مسوقاش وكطلع عليا بعين وحدة كتفسف في الهضرة. حسيت براسي تصرفقت، بديت كنغوت عليها، واش نتي حمقى؟ واش ما كتخافيش؟ اش كنت غندير كون طرات لها شي حاجه؟ درت كنشوف حتى كتبان ليا طاحت. هزيتها غادي بها اللوطو، كنسول صاحبتها على العنوان في كتسكنو. ها غا في الشارع اللي هنايا، راه هنا على لا زهيره، راه ما تخليكش طلع العماره. اسير صافي، انا غنحطك انت وهي غنديها معايا تصفيق. فعلا ديتها معايا القصر، حطيتها هكاك شحال كتبان زوينه وهي كان هنا حصات رويشه طريفه. طال الزمان ولا قصار، غادي نديك نديك. مشيت نعيط على دادا حليمه تشوف اش ندير ليها. فاقت لاله ريما ولقات راسها البيت ماشي ديالها، ولكن المشكل هو ان هذا البيت ما خافيش عليها. خرجت كتسلط، لقات راسها في قصر زوين وكبير بزاف، بحال مش فيلا، راه قصر هذا. بداو كيدوزو قدامها شي لحظات، بنيتها صغيرة. دادا حليمة عطيني شوية دجاج. دادا غتاكلي؟ ايه على سكون اللي غادي ياكلو. خدتها ومشات كتجري للجردة وكتعيط بشوية، ليو ليو. خرج واحد الكلب باقي صغير يلاه عندو شهرين، كيجري لعندها عطاتو داك الدجاج وبقات كتلعب معاه. تجراتها داداها من ودنيا، اها وشكون غادي ياكلو؟ يا كنقول لك تفرقي على داك الكلب دوي. وصفتي دادا مشتي شحال زوين وصغير. ريما ملي كتفكر شي حاجه من طفولتها ما كتفرجش دوك الوجوه، كتسمع غير ديك الاصوات. بقات كتسارع داك القصر، توصلت الجرده ويدات عيط ليو ليو. تم جاي واحد الكلب تبارك الله قد الدب، كيجري ونقز عليا عن نقصو. بقيت كنلعب معاه حتى سمعت شي واحد كيعيط ليا، ريما ريما. اوف مشات هادي، واش نتي هنا وانا كنقلب عليك؟ نو ما يمكنش. شنو اللي ما يمكنش؟
آسر ليو ما كيحملش الناس الغرباء وما كيلعب مع واحد من غيري. شنو كديري في الناس؟ علاش اللي شافك كتسحري؟ سميتك زوينه ريما. تسمي عرفتي سميتي سير لمينا؟ واش نتي باغاش تعرفي الاسم ديال زوجك المستقبلي؟ الا كنتي تا علاش لا؟ قلت بيني وبين نفسي اش من زوج مستقبلي الله ينجيني منك، داكشي اللي بقى ليا. دابا نشوفو لالا. عند آسر بقى لي غير الكلب تا هو غير منه. ود الحرام هي كتلعب معاه. دادا حليمه نعبها وليدي. آسر غتلقاي ديك البنت اللي قلت لك عيط لها تدخل هنا. عند ريما بقات كتلعب هي واليوم بعد ما مشى آسر بعد ما دارت فيه هي عرفت سميتو من عند الله. بقيت كنلعب معاه ولا بغا يعيا تكيت انا وياه في الارض كنضحك من قلبي. كنت فرحانه ان شاء الله غادي نجبد داك الكسر من ماما نقراه ونواجه الماضي ديالي. نعس من اعماقي مرتاحه حيت اخيرا تفكرت شي حوايج من طفولتي من غير ديك الليله المشؤومه. وانا مسلقيه تجد واحد المراه كبيره باينه كانت زوينه في صغرها. ملي كيمشي الزين اكيد كيبقى حروفو. ابتسمت ليا رديت لها الابتسامه. سلام بنتي انا دادا آسر عجي دخلي تشاي. سميتو آسر نيت هاد السميه جات مع هو نيت كيأسر لواحد بدوك العوينات العسليين ولا داك المسمار ديك اللحيه. جمعي راسك راه السيد يلا مرمقه معاك ولكن صراحه وسيم بزاف. ايوا نمشي والله هادي كريبه على الشيطان ولكن شنو غادي ندير؟ راه داك الشكل ديالو ما كيخليكش تنساه. دادا بنتي فين سيتي دخلي راه غيبرد لك الحال. وتعرفيني فاش كنفكر يا دادا. يلا واخا نعيط لك دادا ممكن. دادا هي فرحات عليا بنتي تعيط لي يا دادا. يلا سيدي قبل لا يتقلق علينا آسر. وتقلق انا لقيت بحال هاد دادا زوينه ونخليها وصافي. من اليوم كاين غير انا راني مغياره. دادا يلا واخا بنيتي يلا غزيدي راه بحالك بحال ونيت فكرتيني غير بنت سي عمار. يلا زيدي دغيا دابا يسد علينا ويخلينا برا. تمينا غاديين وكنضحكو دخلنا هكاك كتبان ليا داك خينا جا غباش تود السميح داه وجلس. دادا انا غنمشي نحط ليكم تعشا نجي نعاونك دادا. مشيت معاها للكوزينه وخلينا داك ميخي. آسر واش هاد السيده فين ما مشات كتشري المعرفه؟ صيفطنا ليها دادا دخلها صدقت لاصقافيها. ايوا واو وليتي كتغير من دادا. اصلا انا دابا كنغير عليها من حوايج ما عرفتش كيفاش هادشي دغيا دغيا هكا. دخلت هكا عندها من المطبخ بانت ليا من الكونسونطري بحال كطيب شي حاجه. واحد الخصله ديال الشعر طايحه لها على عينها. كلشي فيها زوين تحركاتها ملامحها هدرتها كنشوف فيها مره مره كنلقى راسي كنبتسم. وهي ودادا كضحك قلتني بالعقل اللي كتفرج فيها بدون ملل او كلل. كل شويه كتهز ديك الخصله هكا وكتعاود طيح. بقيت مسبعهم هكا اكتشفتني دادا. وليدي مالك داخل الكوزينه فين عمرها كانت ليك؟ غير سمعتها ويهزها تريما راسها وتلاقى عينينا. نرى ناري العوينات. لا 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 دادا غير بغيت نونسك شويه ماشي مسموح ولا شنو؟ لا وليدي انا يلا غنطلع نصلي العشاء نتوما قابلو داكشي اللي يتحرق. الله يرضي عليك دادا دابا درتيها مزيانه. عند ريما طلعت دادا تصلي انا مبديتش نشوف داك المهبول. شويه تسمع جاي هكا كيتبس ليه بديك الطريقه ديالو ما عرفتش ما ندير. كانت حدايا المطيشه ديال الحق دغيا ضربت عليه على وجهو هكا تا هو ماشي بالله زين هسا عمر ليا وجهي كامل هكا وبقينا بحال هكا تخوينا كلشي. موقفنا تسمعنا الغوات ديال دادا وين شحال الحاله كوزينه كلها مجلخه ويتجرنا من ودينا بزوج. آسر دادا والله هذيك تلقي نتفاهمو هانتوما بجوج لي غتجمعو هاد هادشي لي درتو. يلا جابت لها جفاف وكراطة بدات كتخاصم سيد زعما بعقلة ويلي استغفر الله العظيم. وصلت علينا الكوزينة يخ باغا تخرجو منا تنلقاو داكشي كلشي داك الوسخة ملقاهاش. آسر وقف وين في خريجو. سمعتي اش قلت ليك؟ وسخة ما تلقاهاش يلا تلقي راسك. ها نتا لي واقيلا ما سمعتيش مزيان قالت بجوج كم يعني انا ونتا في الهوا سوا. ولكن راه انا ما كنعرف ندير والو في هذا الشيء. هذه اول مره نشوف هذه الكوزينه اييه. وباش نكون عادله انت غتغسل هذه المواعين وانا غنجمع هذه الروينه ونرد العشاء ومن بعد نسيقو بزوج. يلا صافي مشات وراك معلم مع راسك المره ديال الدار حادقه. خدم خدم بركه من الهضره. آسر هي حاضر الشاف. عند ريما بقى كل واحد فينا ملاي مع شغلو شبهت الدنيا. كملت العشاء تيطلع على آسر كنلقاه باقي واحد في داك المواعين. يلا غسل جوج شقفات
اوف اسر، انا راه ساليت نسى باقي واحد في هذا الشيء. اسر هو مالك يشوفك كينقيسهم ولا كيشالهم، احسن من دادا كاع. حيد حيد الله يعطينا وجهك. درت طابليه وحزمها ليا، كنغسل المعن وهو كينعكنش فيها هكا كيبرزتني حتى ساليتهم. شتي الخدمه دابا كي دايره اسر؟ راه كوكسانه كون غسلتهم مزيان ماشي بحالك انت غير كدوز عليهم. واخا سيدي يلا غي سيدي نكملو. بينا هكا كنسيقو انا خدامه وهو كيلعب كيتزلج بحال عمرو ما لعب في صغرو. اسر الله يهديك راك بعقلك زعما، راه ويلي جاني بحال شي حماق هكاك، بقى هكاك تجاهل راسو ديك الطوله وديك التشريده جا مخبوط على الارض ويغوت. الله يا ربي الا كان شي غتحمقني بالضحك. اسر اجي اجي عاونيني اجي عاونيني، انت كضحكي اجي عاونيني على نوض القواسه الاخرى. جيت نهزو ويجرني تحت حدا هكا، يلا ضحكي دابا نشوف. تحلت دادا الباب، هادوك الزوج ساليتو ولا مازال؟ الله على وليدي الله تكرى دارك تقسم. هاجي 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 بنيتي نهزو نوقفو. جيت هكا نعاونو ساعة نط سلام في وين وحشو صافي، كنت حتى انا كرني باقا مكوانتي بلاصتي. اسير راه غطيحة خفيفة، يلا يلا نتعشاو ندوقو طيب هاد الاميرة. مشينا حتى كنتعشاو، عاودت ليهم على ايامي في الخيرية وضحكنا شوية توصلت ديك العشرة ونص وانا نقول يلا دادا نشوفك مرة اخرى سلام عليكم. اسير فين غدا بالسلامة، عام تشاورتي لي لهذا وشوية انت ولا شنو غدا لداري شنو شنو كيحسب لك غنبقى هنايا وعاد راني خدامة غدا. وشكون قال لك بلي غتمشي تخدمي ديك الخدمة؟ ضحكتيني والله. وشكون انت عرفتك نهار بغيتي تبدا تحكم فيا وعرا هادي؟ يلا تهلا. وتمت خارجة ويجرى وانت ما شتي وطلقني ما تقجرني من قبي والله سنهزك الحكم نسترجم. اسير بعد الفورما يلا مهم تسنين وصلك، واخا كنت بغيتك تطولي معنا ولكن ماشي مشكل، ايام الله باقا طويله والخدمه الهضره عليها مازال ما سالاتش. وسمعتي ويخن زرفع، ولكن والله نشوفك كتهضري مع شي راجل يعني حلف عليك هاد المره اللي بقيتي شتي الزنقه. يلا سيدي ريب مع راسها واش دام سطي ولا مالو الحكام؟ لا لا ولكن والله تا حمقصو، ومالك باغي تقطع عليا رزق؟ خليني نقلب على شي راجل باش ويقاطعني بالغوات وخبط يدو مع الحيط. ريما سكتي والله من نعقل عليك، سمعتي يلا جربي الا كانوا عظام كياكلوك، شوفي في شي واحد اخر من اليوم تي ديالي غطيني تنزلي غتولي مدام اسير العالمي. اسمعي غير سمعت ديك الكنيه صدمت ما عرفتش درني راسي، شفت واحد اللقطه انا سميتي صراحة سمعني وعندي خمس سنين وانت شنو سميتك؟ انا سميتي ريما العالمي وعندي أربعة البنت وصافي باليوم نوليو انا وياك صحابات. واخا اوف راسي شحال شي كيوقع ليا، خاصني نرجع للدار دغيا، خاصني نقرا داك الكتاب باش نرجع نشوف عائلتي ونعرف شنو كاين. يلا واخا زيد يلا راني عييت كبس معاه. عندو الرونج في الكحله خصني القدام العمارة. اسر يلا تصبحي على خير، يلا سيري حبوبه سيري نيشان ونسي وتغطي مزيان وانت من اهل الخير يلا بسلامه. بعد ما تفارق معها اسر جا التليفون من صاحبه سامي. انت فين صاحبي؟ اسر وفين تعطلت عليا سامي، وهذه راه خمس ايام صاحبي وانا خدام باش تقلب لك على الامانه وانت كتنفخ. اسر واجيني من الاخر لقيتيها؟ وي كانت في الخيريه خرجت من هذه يومين. اسر خبط الفولو ما كنلقى شي دليل كنلقاها مشات، قول لهم يصيفطوا لك التصويره باش يسال هي يعرفوها، راه اخر وصيه لجدي قبل ما يموت هي لقاوها و راه والدها كيتشفعوا عليها راه 13 عام وما كيقلبوا، وعدتهم غادي يرد عليهم. سامي راه وصيتهم يومين وتكون عندك وعندك توصلك التصويره صيفط لي يلاه تلاح تبقاش تعيط راه ما مساليش ليك. سامي واخا سيدي هي دبرتي على راسك. اسير واش انت كتشد معايا الهضره؟ يلا خدمتك وخطا عليه. شو عند ريما؟ طلعت للدار عيانه تلحس بلاصتي كنخمم في هادشي اللي كيطرى ليا، متاكده باللي سواق ليا كتف داك القصر، عرفت كيبان ليا شي اشارات فيه وداك الكلب اللي عرفت سميتو راسي غيتفرقع. حطيت داك الكتاب قلب الدار كامل ما لقيتوش، بشهاده هزيت رجليا خبطت بيها البلاكار ويطيح عليا. اي ناري مخبي ما باغيش نقراك. ايوا بزز منك انا لقيتك، يلا راه باغي نعرف عائلتي كتسمع. نفخت عليه ما كان مغبر اوف، بغيت نحلو والو واش بغيت تحل، كان خاصه شي مفتاح. مشيت للكوزينه وجبت سموس بقيت معاقره مع القفل ولا بغيت تحل.
هاد الزمر مالو دابا هكا معكس؟ بقيت كنقلب في القفل البالي ليا زوج حروف مرسومين فيه، بقيت كنتفكر فين شفتهم فين هم. هوب درت ديك جبتو حطيته في القفل، دورتو هو يتحل، كان المفتاح هو الخاتم اللي خلات ليا ماما. حليتو كنقرا اول صفحه، إيداع الى بنتي الغاليه ريما، قررت انا وبابا انه ملي توصلي 18 عام غتكون هديه عيد ميلادك هو هاد الكتاب، والخاتم ديالو رمز الحب اللي بيني وبين باباك اللي كيجمع ذكرياتي انا وياه وعائلتنا. كيما كتعرفي انا وباباك ولاد العم، حيت الجد الاكبر كان قرر يزوجنا نهار تسعتينا، ومع ذلك انا وباباك حبينا بعد قبل ما نعرفوا هذا القرار. وسنتي يا بنتي مصيرك بحالي، حيت الجد الاكبر الله يرحمه ملي تزاديتي كنتي المفضله عنده قبل لا يموت، قرر انه يزوجك واحد من ولاد عمك ثلاثه، ولكن ما قال ليناش شكون. حيت في هذه الليله اللي كملتي فيها 18 سنه عاد غنفتحوا الوصيه ديال الكتب على قبلك. ما كناش بغينا نقولوا لك هذا القرار حتى لهاد الليله باش تكوني عشتي حياتك كما بغيتي، وفي النهايه القرار قرارك وحنا غنساندو كما كان وما عمرنا غنتخلاو عليك. انا بديت كنبكي، راك متخليت عليا، واش من حياه عشت كنت تشوف يا ماما بنتك جدات عليها من الملجا للملجا، والخدام اللي خدمت باش نجمع الفلوس، ومني خرجوني ولات كلبس المقطع، ولا ديالي اللي مرات وما كان حدايا حتى واحد، ولا العصا اللي كليت لا درت شي خطا، ولا محاولات الاغتصاب اللي تعرضت لها، لا ولا الالطف ديال الله اللي نجاني منها. تخليتو عليا في داك المكان وما رجعتوش، خلبتو عليا. واش انا ماشي بنتكم؟ بقيت كنبكي حتى تفشيت، كملت القرايه. تذكري يا بنتي ديما بلي حنا كنبغيوك اكثر حاجه في العالم، انتي وخوك غمضوا عينينا. كان هذا اهداء مرفق بواحد الصوره ديال المراه كتجمع ليا، هزه مولود صغير وراجل صحيح عنده نفس اللون تاع عينيا، وقالت حداهم شي واحد تكون عنده 10 سنين، يعني يطلع عندي اخ ان شاء الله، نلقاكم ان شاء الله غنبقى ديك الصويره ونعسات. اصبحنا واصبح الملك لله، فقل ابطال ديالنا بزوج. ريما ناعسك كتسمع التليفون ديالك كيصوني، شكون الصباح هذا؟ اوف الو شكون؟ ايوب. ولا لا الخماره راه سبعه هادي وانت باقا ما جيتي للخدمه. ناري ما ضحكش معايا الضحك الباسل، طلت على الساعه لقيتها فعلا السبعه، ناري اليوم يجرو عليا. ايوب عافاك طرق عليا الصباح راني مريضه، هبط غير الطوابل تنجي في العشيه ونسيق. ايوا شت كثرت عليا هاد الايام، ولكن ما تخافيش خوك الرجوله، يلا طلعي كملي نعاسك وقطع. ريما والله الا نكمل نعاسي، هو يعاود تليصوني جاوبت. وصافي ايوب غير هاد الصباح هذا بالغوات، شكون هذا ايوب هذا؟ راه غادي نخلي دار عشتك. شكون انت اللي كتغوت بسلامة على الصباح؟ وقطعت بنادم يخ كيقلب على من يتفلى، يلا رجعت ناس واجيني ميساج. تهبطي ولا بربي تنهبطك من شعرك. اويلي شكون هذا؟ طليت من الشرجم وهو يبان ليا صاحب دعوتي، وباش بقى على الصباح ومنين جاب نمرتي؟ لحس عليا كاب وهبط لعندو. ريما يا شحال كيبان زوين في الصباح، جيب البانطوفة تمنى ما نخافوش، ماك مصبح ليا كتسلني فلوس والكرا ولا هربالك بالدراري. اسير شكون هذا ايوب هذا جاوبي؟ انت مالك يا على بسالة؟ اسير الله يزير على يديها وكلام مع الحيط. تي وقيلة ما كتفهميش، كتفهمي غير بالعصاياك، شكون ايوب قبل ما نفوت فيك شي دقه؟ اوف وطلق بنادم كنتسنى خدام معايا، واش بينك وبينو؟ اصبر اسيدي يا ربي، هذا السنتاق ولا شنو؟ كان معايا في الخيريه وراه بحال خويا، اش غيكون بيني وبينو؟ ولا اش بعيط لك مع النبوري باش يقول لي صباح الخير؟ واش التباليد باش يسولني علاش ما جيتش الخدمه بطبيعه الحال؟ ولاش ما مشيتيش؟ اوف ولين لي مشكل هذا معاك، ما بغيتش نمشي بزز ولا شنو؟ راه كنت عيانه صافي وصبحت ناعسه. يلا الا سالتي من السؤالات ديالك طلقني. واخا يلا هادي داز، ولكن ديري هاك ولا هاك ما نعقلش عليك، كتسمعي صوني تجاوبيني والا راه غتلقيني عند راسك. كريمة وصافي فهمنا، شحال فيك ديال التحكمات؟ وعلى ماني ما نحكمش مدام؟ اوف حكم فيها هي وانا مالي. اسير وداك الشيء اللي كندير دابا، يلا دوري دوري سيري طلعي الدار تنعسي. يا ربي السلام هذا مالو؟ يلاه كيقرب ليا ويتنقزني يرمي، الله يقلل حياكم. واش انت باغا تحصلك خالتي زهيره وتخرجك من الدار ولا شنو؟ ريما حمارت وصفرت، راه هو والله ما انا يرمي الايام وانت مخليه عاجبك الحال. اسير ما تغوتيش على المدام، راه ريما
صدات ليه فمه ودارت ضحكه صفراء. عزيز عليه ضحكه السيد كيغسل بالضحك. اسر وحيد يديها لا ما كنضحك شخصيا نتي من اليوم ديالي غنفك شي مشاكل هنا وغادي نتزوجو غديك معايا. قال ديك الهضره وسم غادي توصل اللوطه ودار عندي نصوني عليك جابي ولا غتلقيني عندك لا بغيتي تخرجي علميني ديري شي حاجه هكا ولا هكا بالاخباري نحط حبيبه فوق الشوايه. يلا ريم يلا صافي غسير سير كون هاني كتهضر بشويه نهير على الزمر هذا نسلم عليه زرب عليه. اسير ابتسم ليها وما تنسيش كنبغي كريمه. ريما صباحك الفاي ان شاء الله سير سير خدمت كبارك من التبرهيج ديالك. اسير واه هو غادي ركب وخلي غير يحتاج وراه. ريما ديري على رزقها كضحك في خاطرها هي عاجبها الحال. يا لمين سعداتك اختي هاد الزين كله رزقها وشوفي الطول والعرض والعوينات و باقا ما كملات شويه الشنقه على ريما غتفرق ليا مع راجلي والله تنوريك ناكلو على كسكسو. هرمي هلا اختي فرقة علي شوفي غنسي ملي عاجبك وناويك الحلال اش دافع عليه كبير. صفي صافي زيدي 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 انتي صارت كاسيت الله يحضر السلامة. اليوم غنخرجو نشريو الحوايج ونتغداو برا ونتمنى نمشي على الخدمة. يلا سربي سربي خلاص داكشي فعلا اللي كان بدل حوايجهم وهزو فلوسهم وخرجوا النهار كامل وهما خارجين. ريما شرات عرم ديال الحوايج حيت بغات ملي تشوف عائلتها تكون كتبان انيقة. تبرعوا مع راساسهم ولكن غير من القيصرية ومشاو تغداو كلاو تشبعوا من بعد تشاو البحر مشاو جلسوا حداه كل وحدها كتشكي لهم ومها توصلت 4:30 شدو طاكسي ومشاو القهوة فين خدامة. مشاو عند آسر اللي في البيرو ديالو خدام كيتسنى توصلو التصويرة ديال البنت اللي كيقلب عليها كيفكر في حبيبتو. صباح شديك المصيبة ولكن أحلى المصايب ما عرفتاش غتكون كدير دابا شحال توحشتها. أسير ركز في خدمتك شوية راك وعدتي عمك غترجع لي بنتو. أوف التصويرة بدات كتيليشارجا في البيسي بداو كيبانو غير العينين ولكن أسير مكانش منتابه ليها. خرج يجيب قهوة وفي الطريق تلاقى مع صاحبو سامي شد معاه الهضرة بقى معاه هاكاك شي نص ساعة مسا راسو بغا يرجع البير ولكن قال مع راسو يمشي يضرب طليلة على محبوبتو. الخمسة ورس هادي تكون في القهوة مشي يعني كشا شوية شحال توحشتها. ركب 10 دقائق كان عندها دخل بقى حاضيه شحال زوينه كتوترني حركاتها ضحكتها ما كرهتهاش تكون في داري كيشوف فيها بقى قد ما فات اليوم غادي نلقى ديك البنت وغادي نديك معايا لفرنسا. شير لها باش تجي شافته فرحات ولكن ما بينت والو تما جايه كتمختار ستيك 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 بحال كترقص ماشي كتمشى. اما اسر كيشوف فيها ومعصب تي مالك على ديك المشيه كتلوزي كلشي كيتفرج فيك عاجبك راسك واش باغا العصا وهاد اللبسه راه مزيره اكثر من القياس والكحل الكحل تاوا في عينيك ودوك الشنيف معكره ملاش هادشي علاش لا سخن عليك راسك نبردو لك بجوج تمرميقات. هو كيهضر وهي كتفرج فيه تحنات عنده باسو على حنكو ويسقل مبقاش هضر كيشوف فيها ومصدقش تي فين غادي تي فين غادي بيا راني خدامه نهضرش مع جره وسط الطوموبيل بقى كيشوف فيها. شوفي ملي تكوني خدام ما تبقيش تشوفي لها لا تقصي شويه من التخربيق اللي دايره في وشك يلا خرجي قبل ما ندير شي مصيبه. بقيت كتشوف فيه ما هضرت ما والو خرجات وهي كتبتسم كثير على خدمته وصل بقى مسكين على الفونو شي 10 دقائق وطلع البيرو ديالو كيهضر في التالي مع صاحبه على التصويره اللي صيفط ليه. مع الدخله شافها طالعه في البيسي طيح التالي من يدو بقوه صدمه كانت صورة ريما وعارف انه لكانت هي خاصو يتسنى الوصيه تحل باش يعرف واش غتزوج به ولا بشي حد من ولاد عمو الاخرين. هرس البيرو كامل وهو كيغوت لا لا يا ربي كيفاش غادي نصبر لي كانت لشي واحد اخر. مشى لدارو باش يخبي قلبو لداداه. دادا واش انا ما عندي زهر دادا كتشوفي علاش اوليدي راك انت سيد الرجال مالك اش خاصك. البنت اللي كان بغي دادا طلع سيد بنت عمي. دادا بصدمة لا وهايلي واش ديك البنت اللي جبتي داك النهار مسكينة تعذبت في الخير يا الله على بنيتي الله الله حك كل هاد غير دخلت ديال قلبي. اسير وراه كنبغي دادا راه والله تكون الوصية ولا ما عرفتش شنو ديك البنت راه ديالي. دابا وليدي راه باقي ما عرفناش شكون فيكم اللي غيتزوج بها خلي رجاك في الله. ودابا هادشي اللي بان ليك زعما راه بعقلك البنت هادي راه 13 عام ما شافوها والديها ما عرفناها واكله ولا شكون اللي كان ناوي يقتلها ولا واش باقين يقتلوها وانت هادشي بان لك غير غتكون ليك
اسير واده دارها كان بغيها، راه ما نبغيش كل واحد غيري، ولا قرب لها شي واحد غنمحيه، واحد ما غادي يقرب لها طول ما انا حي. ان شاء الله غتكون ليا نيت دادا، درت لي عقلي وغادي نمشي نعلم والديها. مشيو عند ريما، اليوم فرحانه ما عرفتش، كنحس بقلبي كيرفرف، قربت لقى عائلتي وزيد على هذا الاحساس الجديد اللي كنحس به مع داك المفرح. وقيلا ولا كيعجبني؟ لا لا لا، مش كيعجبني، لا كذب على راسي، كنبغيه ناو، وخا الحب في أوبين غريب ولكن فعلا كنبغيه. اخيرا ساليت نرمي نتحرك نمشي، وانتي تسحلتي هي الهضره مع ايوم، ولا اصبح الهضره كانت حرام عليا ودابا حلال عليك نرمي. وغا كنهضر صاحبتي، ولا انتي حد دبرتي على راسك بغيتي تشدي لينا المونطو؟ اي ما وعي الحاسد فاعود، وزيد انتي قواس فيك الهضره. مهم وصلت للدار، لقيت اسير قدام الباب كيبان مقلق. اسير مالك؟ هز عينو فيا ومنكسر. ريما انا غادي نديك عند عائلتك. بقوة الصدمة بقيت كنشوف فيه تحت على طوني، ما قدش على راسي، لقيت راسي في بيتي، دورت عينيا باليا اسير كيقرا في كتاب ماما، بقيت كنشوف فيه، تهز راسو وشافني. كي بقيتي شوية هزيت راسي بقاه. مهم غدا عندنا رحلة باش تمشي لفرنسا عند والديك، عند سي عمر عمي. ياه كيفاش؟ واش دابا هادا هاد توتوز ولد عمي؟ بقيت كنشوف فيه كيبان مقلق. انا كنت في قمة الفرحة وحتى الصدمة، مصدقهاش، شنو هاد الصدف هادي كاملة؟ كيفاش لقاني القدر بيه هكايا هو اللي اقرب الناس ليا؟ كان مازال على الملامح ديالو. اهسر مالك؟ ما عرفتش، انا كنبغيك، كنموس عليك وخلاص. مني عرفتك خسيف حيت كنت كنبغيك مني تزاديتي، ودابا نقدر نفقدك الا كانت الوصيه لغيري. بغيتي نكون فرحان نموت الا كنتي لغيري؟ هو باقي كيهضر وانا نقول له، ولكن انا باغا نكون لسا واحد من غيرك حيت انا كنبغيك نسا. بقى كيشوف فيا وابتسم، حتى انا نقتل اي واحد قرب ليك. شنو اشنو قلتي؟ عين زبه الهضره اللي قلت لي، كيما سمعتي حلفي عندك تكوني كتلعبي عليا. قلت لك حركت راسي بلا، راه بصح ما عارفش كيفاش هزني كيدور وكيضحك وكيدور بيا. من اليوم تي ديالي ما غادي نتخلى عليك لتا شي واحد. عمر انا كانت غايتي الفلوس، بغيت غير نشوف والدي ونكون معاك، واخا غير بيت في السطح. اسير الغبيه، راه عندي خدمتي وعندي فلوسي، ما لا يعد ولا يحصى. راه غير انت جدي كنعزلك باش تكوني خليفته في الامبراطوريه ديالو، حيت كنتي اميرته. ومني وقع المشكل في ديك الليله المشؤومه، ضربوا باباك، غيب، جات ماماك لقاتو في ديك الحاله، بقات كتقلب على المساعده ودور السبيطار، غير وصلت وهي تسخف بلايا. ومني فاقت الغد ليه مشات كتقلب عليك، ما لقاتكش في ديك البلاصه فين خلاتك، بقات كتقلب وتعاود ودخلت في صدمه. هي الوحيده اللي عرفت شكون كان ناوي يقتلك، ولكن بعد ديك الصدمه ما عاودتش دوات. وكانت مهمتي مني تخرجت نقلب عليك ونرجعك، ولكن القدر لقاني بيك وخلاني نتغرب بيك قبل ما نعرف شكونتي. دابا راه مستحيل تكوني لغيري بعد ما لقيتك. بقيت كنشوف فيه ما مصدقاش، ان شاء الله عمرنا غادي نتفارقوا. كيضحك هويا وعادي كت كنساو بعد الشيء اللي واقع كله. وصلت مع حوايجها وهو غيمشي يقضي شي شغل وغيجي يديها تبات في دارو، يعني دارهم عند دادا. خرج اسير كيهضر مع صاحبه في التليفون، وصاه يوجد ليه شي وراق ومشى لواحد المحل شرا شي حاجات كنعرفهم. من بعد ريما جبعت حوايجها، قاد دراسة اول مره كدير الماكياج غير باش ملي يجي اسير تعجبو، جا زوينه بزاف، لبسات واحد الكسوه بيضاء، قلات شعرها طويل على راحتو مطلق، ودارت خاتم ماما هي كدير اخر لمسات. عيط لها اسير قالها تهبط وتجيب معها صاحبتها. مشات ريما عند مولا الدار ورجعت لها الصورت وسمحت لها في الخلاص، وتواضعات معها ومشات عيطات على صاحبتها باش تمشي تخرج معها هي واسر. نرمي ناري ريما جيتي كتحمقي بالزين، ناري شنو باغا تصدي اسر؟ ريما وزيدي بركة من الهضره الباسله. غير شاف اسر ويتصدم، مابقاش تحرك، حط يدو على قلبو اللي كيدق، ولكن شويه بدا كيجمع حجبانه وحيد جاكيتو غطى لها دراوعه وجا ودخل للطوموبيل. نهري واش انتي باغي نقتل شي واحد؟ علاش خارجه بداك الوجه هكاك مزوق؟ داكشي ديري منين نكون غير انا وياك، وداك الشعر مركي طلقاه باغي شي نتفى. طف سيدي ربي. ريما غير ساكته كتشوف هادشي، اش هادشي؟ حبه طاح على حجره. ونيرمين كتكاكي بالضحك كتموت عليها. اسير كيحاول يتدن، حبيبه ما تبقيش تعصبيني، عري عطيني لاكارت ناسيونال ديالك.
ريما علاش بدا قوت الاسئله انت غتعرفي عطات عليه هو يهرس صدمات علاش علاش هرستي حكار اسر واني هاني على سبه هي الهويه ديالك بكنيتك الحقيقيه غاجمع علينا خنينك ودموعك راه غنغرقو فيهم ريما بدات كضحك يلا وراه هدية لا مازال عندي باش شي غرض غنديرو وردها لك بقاو غادي في صمت تيتجه اتصال اسر صافي كلشي واجد يلا حنا جاي حنا جايين واحد 10 دقائق نكون تما داز الوقت لقات راسها قدام مكتب العدول ريما شنو كنديرو هنا مشرح في موزه درست العقل كاتبه ليه غنتزوجو هذا هو الحل باش تبقاي ديما ديالي وما يقدروش ياخذوك مني ريما وما متشاورتي مع راسي يلا سربي راح نزرباني دخلوا عند العدول كان معاه صاحب اسر سامي اللي غيكون شاهد الاول ونرمين شاهده ثانيه وبدا العدول كي بلا بلا واسر على اعصابه ويقول لي اختصر اختصر عمي فوز كاع ديك الهضره سير نيشه الموافقه كلشي بدا كيضحك عليه المهم وافقوا بزوج وركب لها الخاتم الزواج وار ديال الذهب الابيض وعطاها فلوس صداقي وما عطاهمش لها كاش عطاها كارت بانكير فيها داكشي حطوا ليها حلها فيه كونط عامر فلوس سالينا وعطانا العقد اسر بدا غادي زربان وانا كنسلم على صاحبتي وكنبكي وبارك كيصوت وصافي طيبتي دوك العينين وبزاف هادشي بغيت نتحرك ليه هو يجهزني فوق تهفو وصل صاحبو يديني يرمي للدار وحطني في اللوطو وزاد بغيت غير نفهم دابا علاش كتبكي دابا علاش هاد البكاوات واش انا بوعو ويلا صافي غير سكتي هانتي غدا غنديك عند والديك وريما باقي كتهرنن واش كيهيلا هادي وهضري مالكي شوف والله تمسني تنسلخا كل حك من فوق السطح يلا بقى صابر لا على حماقه وعلى هبهله دازو 3 ايام على زواجهم غادي للمطار كل مره يحلى وجهها لك على راسها الشال كل مره يرجعوا يهكي يجرب من يديها كل مره يشوف فيها واش كتشوف شي واحد كالحماق هي غا كتشوف فيه كي جا صاد من داك الشال كتعاود تحيدو كيعاود يرجعو لها في الخرسة سلمات وخلاتو جرب يدي من يديها كمغطي العينة باش ما تشوف واحد من غيرو مسطي هذا ودادا غادا من وراه وكتخوس عليه تبعد من الدرية كاع خنقتيها وكاع ما مسوق اما ريما برغم من كلشي عاجبها الحال حيت كيغير عليها بزاف كيما في الطيارة يلا جلست ريم ودادا دفعت اسر وجلست هي حداه وبقات كضحك عليه اما هو بغا يبغي الدم جلس حدا واحد الراجل كل مرة يقول لريما تبقى تشوف فيه هو بوحدو مهبول هاد السيد قلع الطيارة وريم أكيد دا نعس آسر حدا غيدا دا نعسات ويطلب داك الراجل اللي حداه يتحول حدا دادا وهز ريما وجاب حداه أفقتها كتلقى تراسها حداه شفيا ويا تفكر واش علمتي والديا بلي غنجيو بلي حنا مزوجين وي قلت كلشي بلي حنا غنجيو ولكن موضوع الزواج فراس غي خوك سيف باباك صافي ماماك بقى مصدوم ما كتهضرش ما كتحركش بزاف ملي قالوا ليها راه غتجي حتى سمعت مسكينه ماما وانا كالظلمه ها صحابات خلات عليا ان شاء الله تشوفني تبرا تحل كاع المشاكل ديالنا يا حبيبي شكون كان حاول قتلني ملي كنت صغيره ما عرفتش شكون بالضبط ولكن غيكون واحد من العائله حيت نتي هي اللي وريتي بزاف ورتي بزاف الممتلكات ديال جدي اللي بغى يقتلك راه عينو كانو فلوسك واصلا ما تخافيش انا غنكون ديما معاك وصلت الطائره لفرنسا فقط دادا لقاتني بحداهاش وهي الدزاير اسر وضربو بديك الطريقه ديالها ضحكاتني كلشي اللي تما تفرج فيه مع خرجنا كنلقاو بزاف طوموبيلات ديال المرسيدس كيتسناونا عامرين بالرجال نو اسر وعمي خايف عليك بزاف شوف شحال من طوموبيل مسافت لك وشحال من كارت باغي انا غنحميك غير هما كيزيدو فيه وركبنا اسير ضرب على دادا ركبت واحد الطوموبيل كتسنى هنا ركبو ويسد اسير الباب وبقى الشيفور يسيد ضحكني وجرني انا ويا لوحده اخرى دخل وسد واحد البلاصه بين الشيفور وبيننا باش ما يقدرش يشوفنا وصلنا لواحد البلاصه خاويه فيها غير الجنانات والطبيعه وانا كنشوف هادشي اسير شوف شحال زوين هاد الجنانات وي هادشي كله ديال العائله ونسبه كبيره منهم ديالك قوه الصدمه بقاش دويت وصلنا لواحد القصر قدو قداش زوين الهندسه ديالو من برا كتجمع ما بين الثقافه المغربيه واللمسه العصريه دخلنا مع الباب يلا خرج من الطوموبيل وهي تلاح لي واحد المره كبيره كتبكي حفيدتي حفيدتي الحمد لله طول يلا في عمري شفتك بسم الله ما شاء الله كتشبهي لماماك ما طلقتنيش طاحت عينيا في واحد الدري كيشبه لهداك اللي في التصويره اكيد هذا خويا بقيت كنشوف فيه جا كيجري بعيني مدمعين وعنقني
اختي توحشتك بزاف، على سلامتك. عرفتي شحال قلبنا عليك؟ جا اسير بغوبش وصافي عندنا اختي وبركه، ويخنزر فيه سيف. ورا اختي هادي يا صاحبي، وقيلا وانتي حسابي معاك من بعد لي تزوجتيها من خبرنا، وربت على كتافو. دورت وجهي لعند واحد الراجل فيه الشيب، كيشبه لخويا، كيبان ليا متاثر ودموعي دموعو كيهبطو. مشيت لعندو، بابا تا بابا ياك؟ وبديت كنبكي، وتا هو عنقني بجد وبدا كيبكي. بنتي ضو عينيا شحال ما فرحت من نهار مشيتي. تعيط لنا اسير علمنا بلي لقاك. اه يا بنتي ملي شتك لا بغات الموت غنجي. الله يحفظك، وانا يلاه شفتكم ان شاء الله يطول الله في العمر. فين ماما؟ تا واحد ما جاوبني. كنسمع ثقيل تجرني سيف لواحد البيت كبير بزاف، عامر بتصاوري. ميك صغيره بنتي واحد المره في كرسي متحرك كطل من الشرجم، ما كتحركش. سيف ماما، عرفتي شكون جاي يشوفك؟ دورة لجيتي تكون مرا في اواخر الاربعينات، كنشبه ليها بزاف، غي عينها زورق وانا خضرين. بقات كتشوف فيا، بدات كتبتسم وكتبكي. بنتي ريما، انا بديت كنبكي. مشيت كنجري طربيت في حضنها كنشهق، وانا اللي كان كيصحاب ليا تخلاو عليا. درت لعند سيف لقيتو كيبكي، جريتو حتى هو عنقتو. سيف فراسك هادي اول مره كتنطق من هادي 13 عام؟ بقينا بحال هكاك حتى جا مخرب اللحظات كيجبنا متاثرين. مع ذلك خاصو يخسر اللحظه. جر السيف، تا واش غتبقى نشرح ليك؟ ما تبقاش تلصق ليا على مراتي. اوف، وانت غير لقيتي عنقتيه وانا باركه عليا حشومه حشومه. تلاحيت سديت ليه فمو. هذا ولد عمك نبي، شحال عزيز عليه الضحك. اسير الله يديك اخويا هذا. بقينا هكا كانت نادرو ناقرو حتى قاطعنا صوت الضحك. درنا كاملين، كانت ماما كتضحك بالدموع. الحمد لله اللي حياني الله حتى شفتك، وشفتك مزوجة يا بنيتي. سمحي لي اللي خليتك وحدك، راهيت نقلب عليك تاكت غنتسطا. سمعتهم كيقولوا بلي كنتي في الخيرية، تكونك تعذبتي يا بنيتي. تلحيت عليها وتا هي مبقاش باغا تطلقني، ولكن الله ينتقم اللي كان حيلة وسباب. توحشتكم بزاف يا ماما، توحشتكم ماما. تاني يا بنيتي كنت كل نهار نتسناك ترجعي، بقات عندي حياة عايشة غير باش نشوفك شي نهار يا بنيتي. والحمد لله على كل حال. لحقوا علينا الاخرين، بابا وجداتي، ملي لقاو ماما واقفة وكتهضر فرحوا. جداتي الحمد لله الحمد لله، شتي وليدي هيا هضرات. بابا هي الحمد لله، اليوم الفرحة فرحتين، رجعت بنتي نورت الدار ومراتي الحبيبة، وعنقنا بزوج. وطلب من واحد الخدامة تعيط للطبيب د ماما باش نطمنوا عليها، ما بغيتش نتفرق عليها. حتى جا الطبيبه طلب منا نخرجوا، بقى معاه شويه وخرج. مدام فاتحه لاباس عليها، ردات صحتها الحمد لله، غنخرج لها غاشي فيتامينات باش نعاونوها. بغات تهضر مع اسر، دخل عندها اسر، بقاو كيهضروا شي ربع ساعه. عاد تم خارج طلع لي الدم، جبس ليا راسي وخرج. بقيت مشطونه عليه وكنستناه ساعه تعطل. بقيت مع ماما كنعاود ليها علاش شنو دوزت، فاش كنت بعيده عليهم مره نضحكوا مره نبكي مره نتاثروا. جات عندي جداتي، بنتي غتكوني عيانه ملي جيتي من السفر ما سرحيتي. ماما ريما نوضي نحسي، نوضي تسرحي شويه، راه باباك غيدير حفله غدا على قبل اعلان رجوعك. راه بيتك باقي كما كان، عمري خليت شي واحد يقرب ليه. داتني جداتي لواحد البيت زوين بالغوص ملصقين فيه اميره ديزني وعامر بالالعاب. بقيت غير كنضحك، عجبني الحال. عجبهم انه عمر مخو البيت وكانوا كيتسناوني. خديت بيجامه قصيره لبستها وتلاحيت، ناس ولا نقول غرقت. ما فقت حتى كنحس بشي واحد هكا قريب ليا، نيرمين وصافي بقي الحال. اسير وجدك هادي ماشي نيرمين. نوضي نوضي حبيبه نوضي، ما بغيتش نفيق ليه، نعس حدايا ونعس مغيبه ماشي ناعسه. جا الصباح نزلت انا واسير، اسير مشى للخدمه وبقيت انا في البيت هكاك. جات عندي ماما، صباح النور بنوتي زوينه، بقى ما وجديش راسك؟ لبسي دغيا باش نهبط نعرف كان العائله. صباح النور يا ماما. لبس دغيا وخلي شعري على راحته وهبطنا انا وماما. كانت عامره بدات كتعرفني على العائله. هذا عمك حسن ومراته سوريه واللي هي اختي، وهذا ولد عمك واحد زوج تيتيز، واحد كبر مني والاخر قدي، جالسه حداهم واحد المسمومه منين هبط وهي كتخنزر. وهذه بنت خالتك راه غد وحدها، ماما سميه ناري ماما اكثر منها. كل لقيت كنت دفناتني وحدهم واحد تيتيز، ولكن حاس براسو يكون في تقدا ديال اسر، بقى كيشوف فيا هي كني. سلمت عليهم كاملين وصورت على الوالدين ديال اسر. ماما الله يرحمهم بنتي، كانت مجمعه مع الدراري كانت عارفه. خالد ولد عمي، انا خالد عندي 21 عام،
طالب في الهندسة وأعزب. تشرفين، أنا ريما 18 عام مزوجة. ريان، شدي من عنقي. صدقتي قديم، شكون هاد التعيس الحظ اللي نتاك؟ واش وطلق ولا غنوري لخويا؟ ريان، لا يلاه وريني، وريني بتيبانة. انت اللي جبتي البلا على راسك، بقى كيهجرني وانا تبعاتها طحت فوق منه كريش فيه. ها اش قلتي دابا بتيبانة؟ شكون دابا انا؟ بقينا بحال هكاك تتهزيت من فوقه. ناري كنطير، شفتي ريان؟ اسير غير تسكتي ولا غنطير لك داك اللسان من بلاصتو. واش خليتك شويه جيت لقيتك كتلعبي مع الرجال؟ واش ما كتسمعيش الهضره؟ راه ممنوع عليك تقربي ولا تعنقي شي واحد من غيري، واش فهمتي؟ راين، وا بلا وا بلا ما تحكم راه السيده مزوجه. اسير الكانبو، راه انا هو راجلها. وها هما الخوات مفيدينا. ريما ضحكات ضحكه صفراء. لا ما كنعرفوش شكون هاد المنحرف اللي ما كيشدش فمو. اسير، اش بان ليك؟ اش بان لك دابا نوريك المنحرف اش كيدير؟ لا غير كنضحك معاك حبيبي، انت راك راجلي الزوين القوي العظيم، غير خليني هنا. راين، اوه ما تقوليش ليا واش اسر فعلا هو راجلك؟ اسر، وشكون بغيتي يكون من غيري؟ ريان، واه ديتي الزينه صاحبي، وغير كتب بلاصتك. وحسين تا جات واحد تقار راسك. اسر، واش كتغزل ليا في مراتي قدامي؟ واش كتقلب على خلدارك ولا شنو؟ وصلوا لوقت الحفله، مشي مع ماما لواحد البيت فيه بزاف ديال البنات. بين دخلت وهما شاديني ما طلقوني، تغفر يلا كاع دونهم ما خلاونيش نشوف راسي في المرايا. جابت لي دادا واحد القفطان بيض منبس مطلوق من التحت بحال الكسوه. لبست درت عندهم، بانوا لي كلهم متاثرين وماما قريبه غتبكي. ما شاء الله جيتي كتحمق يا بنتي، الله يحفظك من كل شر. جداتي يلا راس عطلنا، راه كلشي جا ورا باباك بدا تا الهضره. ها بدا نشاده في يد ماما، ومن جهه اخرى دادا كنحس باللي كاع الانظار موجهه لينا، شي كيشوف باعجاب وشي بحسد. ومع اخر درجه تلقى لي بابا داني في واحد الممر وسط الحفله تال عند الاسر اللي هكا بقى حال فمني شافني. وصلنا لعندو حتى هو جا هكا كنبوك الصداع، سلمني بابا ليه شدني، مبقاش بغا يطلقني. اسر جيتي كتهب لي روحي وبس ليا فوق راسي تنسى حبيبي. وزعما وصيت على الماكياج، ولكن ماشي مشكل اليوم حاله خاصه، ولكن والله تحركي من حدايا راه قلع على حفله لا على والو. نزقو نمشيو هنا، كان نصي باش من بعد ما تبقيش تغبني عليا. حركت لي راسي بالايجاب وبقينا انا وياه كنسلم على الضياف حتى طابور رجليا. ومره مره كيلوح لي ديك الهضره ديال بالناقص وانا شاده ليه الخاطر. تبدا بابا كيهضر في الميكرو، السلام عليكم مرحبا بكم في هاد الحفله، هي على شرف بنتي الأميرة اللي كانت في خوضة ورجعات بعد 13 عام من الغياب. كان بغي نقول لك بنتي عمرنا نسيناك وكنتي ديما في البال، عمرني قطعت أملي في الله تعالى بلي شي نهار غادي نشوفك وترجعي بيناتنا. واليوم انتي فعلا كاينة بسبب آسر ولد خويا الله يرحمه والزوج ديالك. كنتمنى لكم حياة سعيدة. كاتبة لي هذيك خالتي المسمو هي وبنتها ملي سمعوا الخبر ديال زواجي بغاو يبخو الدم. أما ولدها خرج من الحفلة. اسر مره كيخنزر فيهم عرفت مالو. ودابا غنمروا للحدث المهم هاد الليل، هو قرايه الوصيه ديال جدك واللي كتحمل نصيبك وممتلكاتك. حل الوصيه وبدا كيقرا. الى ان الاميره المشاكسه ذات العيون الخضراء، وانت تقرأين هذه الصفحات اكون قد غادرت دنياكم. واعلمي ان جدك قد احبك وشاق لك اكثر من اي شخص اخر في تلك الدنيا. اتمنى ان تكوني بصحه جيده، أن تكوني قد ازددت شمالا. فلتعلمي أن نصف ممتلكاتي لك بدون استثناء، فكل ما كان يحمل اسمي أنت شريكة فيها بالنصف، بالإضافة إلى منزل الجبل والمنزل الساحلي. وأمل أن تعتني بوالديك وزوجك المستقبلي. أنا آثر بدا كيتعنكر عليا وكيقول لي اسمتي، نظرا لكونك مفضلتي بين أولادي وأحفادي فقد أخذت على عاتقي مهمة تزويجك من شخص يحافظ عليك، ولم أجد شخصا أنسب من الذي أحبك منذ الطفولة. آسر سد ودني كيقول أصلا تيتك وخا يكون شكون ما بغا يكون. آسر حفيدي المسؤول وإليك أوجه قولي، فلتعتني بأميرتي ولتذللها فإنها أمانة في رقبتك، والسلام عليكم. بديت كنبكي وكنشحق وعنقت آسر اللي هو كان متأثر. ان شاء الله نكون قد الامانه اللي وكلها لي جدي. قد حبيبي ان شاء الله قدها. كلشي بدا كيصفق. عيط لي بابا باش نمشي نسي على الوراق الملكيه. طلعت في المنصه كان المنصه كنضحك وفي نفس الوقت متاثره
يلا طلع في الدروج للمنصه، وقفت فيا تجي ديك خالتي المسموعه دفعتني من علاجي طيحه، كنشوف راسي طيحه. المهم شفت والديا قبل ما نحس بالله الموت غديني، بديت كنشهد اللحظه اللي غنجي في الارض، جا كيجري كلاني وطحت عليه بحال ديك الطيحه سمعتها ضام وتهرسو. جا اسير كيجري لاني طحت على ليو الكلب ديالي. حبيبه ريما لاباس عليك؟ انا ساكته بالصدمه، درت كنشوف ليو طايح ما كيتحركش، كنحرك فيه والو. يا ليو خليته في المغرب اش جابو عندنا هنا؟ اسير كيقلب فيه رقبه عقب، باقي حي باقي حي، غنديه دابا للفيتيرينير. يلاه صافي حبيبه ما تبكيش، المهم حفظك الله. وعلق بيه علق ليه وهبط عندي. بابا وماما جات كتقلب فيا، بنتي لاباس ما وقع لك والو؟ دارت عند اختها. واخيرا اخيرا بنتي على حقيقتك، ودابا ما غنرحمكش، فرقتيني على بنتي 13 عام، واخيرا جا اليوم اللي غتسحق به على اخطائك. صحابي نسيت راك تكلفت ولدي اسير، جمع الادله منها مكالماتك معاك اللي كلفتيهم يقتلوها والشهود اللي تشدو. قالتي ملي كتعرفي كل شيء مزيان انا ما نادماش. علاش علاش بنتك، علاش بنتك اللي تكون عزيزه، علاش ديما كتاخذ محبه الناس وانا ولادي لا؟ ها ولكن كل شيء على داك النهار اللي كنت غادا نشوف جدي ولقيت الوصيه ولقيت باللي اغلب الاملاك ليها، علاش هادشي كامل ليها؟ علاش طارت بغات تجي تقجني ويدفعها اسر ويمرمقها معاها؟ ما عمرك تحلمي تقيتي شعر مراتي، كتسمعي؟ عيطوا على البوليس جاو داوها. جداتي سمحي لنا بنتي، حنا سبابك في عذابك، ولكن الحمد لله نجاك الله من سير الحاسدين. هادشي كله انا كنفكر غير في ليو. اسر مالو ما كيتحركش؟ ما تخافيش حبيبه غيكون بخير. يلا يلا البيت دابا. وقفت وانا نطيح ليهم، هزني اسر وحطني في البيت. جا الصباح فقت على شي حاجه كتلحس ليا وجهي، كنفيق هكا حتى كنلقى ليو انت هنا عنقت وكنبكي. الغزال ديالي مالو في رجلي؟ اسر والو، غطحت عليه واحد البالينه. ياك وعندك تجي عندك البالينه يلا وتقول لها كنبغيك. ها كنضحك معاك حبيبه. عتاوي دخل عندنا دادا، هذاك عطاني الدريه التيسع راه عيانه. اسير واد هذا وعطاني تيني التيسع، واش تجيب خرجك ليا الطبيب ولا شنو؟ وجر جرى عليها وتبع عليها ليو. وجا ليا حبيبه سيده الاعمال انا جاي. وكانت هذه هي قصتي انا الاميره هذا القصر اللي تهضرات على عائلتها وعانات ولقات الامير ديالها اللي رجع لقلها. دابا كنعاود لكم وانا هزه توام نيرمين على سميت صاحبتي اللي عاوناتني، وماريا على سميت ماما اسير عندهم عامين دابا. اسير حبيبه دخلي لها يضربك البرد. واخا يلا انا جايه. وعاشوا في سعاده الى ان اتاهم مفرق الجماعات معمر القبور، فسبحان الحي الذي لا يموت.